الله أكبر، يعني سبحان الله، هذا البصر لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل وعرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له: أما تستحي يا عبدي ترى الأعمى الذي لا يبصر وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارم. هذه المعصية الواحدة قد يراها الإنسان، معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين من فيلم يدعو إلى المحارم الله، قد يغضب الله على عز وجل على العبد غضبا لا رضا بعده، نسأل الله السلامة عنه. وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مظلم إلى لقاء الله عز وجل. المعاصي خطيرة يا إخوان، المعاصي تميت القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب. الله الله، إذا جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرم منها مشهد واحد، فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت بكحل النار، ووجد الإنسان عندها لذة هذه الشهوات، ثم يسأل الإنسان نفسه سؤالا صادقا: يا أخي اسأل نفسك، ما الذي جنيت من هذه المشاهد؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ طيب رأى الواحد تمتع، لكن إيش العاقبة؟ كتبت في الصحيفة حتى إذا جئت في عرصات يوم القيامة عرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا ترضي الله عز وجل.